جديد دعوات الإجهاض الآمن، هل هي دعوات مشبوهة ولا تنطلق من واقع عملي وتحاول أن تنهي في بعض المآسي التي تحدث؟ خلوني أقدم الدكتورة أمنة نصير، عضو مجلس النواب. دكتورة أمنة أهلا بيكي. أهلا بيك يا أستاذ أهلا وائل. بيكي، أهلا بحضرتك. خليني أسأل، ومعايا كمان دكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب. دكتور أيمن أهلا بيك. سؤال حضرتك والسادة ضيوف حضرتك والمشاهدين. دكتور أيمن، قبل ما أسأل الدكتورة أنا نصير، عايز أسألك المشروع اللي أنتم مقدمينه المتعلق بالإجهاض الآمن، حدوده إيه؟ ما هو مفهوم الإجهاض الآمن؟ طب يعني سؤال، أنا أوضح لحضرتك، هو القانون مش يعني ليس له علاقة بالإجهاض الآمن بقدر ما هي مادة مقدمة من مادة مادة بتتكلم اللي هي عن المسؤولية الطبية، مشروع قانون المسؤولية الطبية، مش بالظبط كده؟ يا فندم. هي طبعا مش بتتناول الإجهاض من حيث الناحية الاجتماعية زي ما سمعت من حضرتك، ولا من الناحية الشرعية. هي بتحدد مسؤولية الطبيب تحديدا إمتى يحق له أن يقوم بالإجهاض، والموافقات المطلوبة والتحاليل المطلوبة لعمل عملية الإجهاض دي. فطبعا هي بتتطرق لنقطتين بس، نقطة حياة الأم في حالة تعريض حياة الأم للخطر. في الحالة دي على المريض أن يأخذ الموافقات المطلوبة من الأم والأب في حالة وعي الأم، أو من الأب بوسيلة مكتوبة على أن تكون حياة الأم معرضة للخطر من استمرار الحمل. الحالة الثانية هي تشوهات الجنين التي تعيق حياة الجنين في المستقبل، ودي بتبقى بموافقة الأب والأم بعد تحاليل وفحوص، وخاصة عينات جينية العلم تقدم جدا، سواء من تحليل الأمنيوتي اللي حوالين الجنين أو تحليل أنسجة الجنين، بتحدد بالظبط التشوهات اللي ممكن تصيب الجنين وتودي بحياته في أقرب فرصة من عمره. وطبعا بيكون موافقة يعني انت الاجهاض الامن محدده في نقطتين، ان تكون حياة الام في خطر وان يكون الجنين مشوها يعني. بالظبط، ولم اتعرض طبعا للناحيه الاجتماعيه المثاره، او طبعا، وطبعا انا سالت طبعا في دار الافتاء على النقطتين دول واجازوا هذه النقطتين يعني طبعا، والا القانون يبقى غير بس مشكوش. القانون الحالي يجرمهما يعني يجرم الاجهاض بكل اشكاله. للاسف القانون الحالي بيجرم كل انواع الاجهاض حتى لو كان يعرض حياه الام للخطر، وده انا شايفه ان هو يعني خطا تشريعي حتى ما يمشيش مع الماده 2 من الدستور. انما احنا طبعا عشان نطلع قانون لازم يكون ماشي مع الشريعه الاسلاميه طيب حسب الماده خليني 2. اسال بقى الدكتوره امنه نصير. دكتوره امنه، هل ده يمكن ان يفتح ابواب الاجهاض او التحايل من اجل الاجهاض ما قاله الدكتور ايمن؟ اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للزميل الفاضل الدكتور ايمن. ما قاله الدكتور ايمن صحيح شرعا، لان الام هي الاصل، وفي هذه الحاله يكون الاصل مقدم على الفرع، على ان يتم ذلك قبل بعث الروح، يعني في 120 يوم الاوائل، اما بعد ذلك فهناك طبعا تحريم. هذه واحده. وفي تشوه الجنين، وفعلا وفي تشوه الجنين الذي يجعله بعد ذلك انه يكون عبئا على الاهل وعبئا على نفسه. لا مانع، وبالشرط اللي اشرت اليه، المده الزمنيه قبل ان يدب الروح في الجنين. فانا بتفق تماما، وهذا ما يعني اتفق عليه الفقهاء في المراجع التي تحترم في هذا الأمر. ما عدا ذلك فإن الاعتداء على الجنين لأسباب أخرى، فيها انحراف، فيها اعوجاج، فيها خشية الإملاق، أو يعني خشية الفقر باللغة المعروفة، هنا يحرم، لأن هذا نوع من القنوط. لما نتعلم العمل والاجتهاد طالما قبلنا الانجاب. معايا الاستاذ مجدي، وهو يعني معبر في منظمات حقوقيه كثيره بتزود في الحالات اللي اتكلم عنها الدكتور ايمن. هو اتكلم عن الاغتصاب، واتكلم كمان عن الحمل السفاح، بيطالب باباحه الاجهاض فيهما يعني.
اتفضلي يا دكتور. انا هذا ما ارفضه حتى لا نفتح باب الرجاء والرجيله، يعني ده انا ارفضه تماما ولا اجد له لا مسانده ولا مبرر. طيب دكتورة أمنة بعد اذنك، هل فتح باب الرذيله للناجيه من الاغتصاب الذي تم اغتصابها عنوه ده بيفتح باب الرذيله؟ لا، اللي اغتصبت اغتصاب عنوه واغتياء وغيله هنا تطهر من لان ده نجس. لا انا بس هذا حمل النجس، ويعني يتبادر على طول من وقعت في هذه المأساة انها تتطهر منه. يعني من حقها الإجهاض. هنا بقى يبقى انا بعتبرها التعبير الادق تتطهر من هذه النجاسة مباشرة. طب تمام، ما تجعلهوش يبقى وينمو. لا تمام، احنا ما قلناش احنا بس انت كده تبيحي لها ان تجهض نفسها. لما جهضتش انا بقول المصطلح الادق تتطهر من هذه النجاسة. طيب في زنا المحارم يا دكتورة كذلك ايضا، ما كلها دي نجاسة. شكرا. شوف يا استاذ وائل، كل النجاسات التي تتم عنوة او التي تتم في تحت سقف الارحام هذه كلها نجاسة تتطهر منها المرأة فورا. بس حتى القانون الحالي يا دكتورة يجرم ذلك تماما، و يعني يعتبر كل الأشكال التي تحدثنا عنها دلوقتي مجرم فيها الإجهاض. يعني القانون هنا يغلق الباب لدخول هذه المفاسد، لأن هنا التطهر من هذا الأمر في البداية خالص. دكتورة لو سمحت، القانون العقوبات في مادة من أول 260 ل 264 لم يحدد ولم يستثنى ولم يحدد فترة ولم أجرم كل أشكال الإجهاض، وعاقب عليها الأم ومن يساعدها من أطباء أو صيدلي أو قابلة بالسجن المشدد 15 سنة. ده نوع من الضوابط والفرامل للحالات التي أشرت. لم يستثنى يعني لو هناك فتاة اغتصبت وذهبت لتجهض نفسها تتعرض للعقوبة. في هذه الحالة يتم تعديل القانون. القانون ليس قرآن منزل، هذا طيب. عمل بشري ممكن ان يحذف ويضاف اليه. لو سمحت لي يا دكتور ارد بس على حاجه. هرد بس معايا الاستاذ احمد سميح درويش، يعني عضو مجلس. استاذ احمد اهلا بيك. اهلا بيك يا البيه. استاذ احمد، هل انت موافق على اباحه الاجهاض في هذه العناوين؟ يعني مش بس حياه الام في خطر او الجنين يمكن ان يولد مشوها. الدكتوره امنه بتقول لا مانع كمان في من تتعرض للاغتصاب او من تكون ضحيه لزنا المحارم. يعني اتفضل. والله انا كان ليا شرف التوقيع مع الدكتور ايمن ابو العيله الزميل العزيز على هذا القانون، وهو تحت المسؤوليه الطبيه، وهو عباره عن 58 ماده لم تتحدث الا ماده واحده عن الاجهاض. انا تماما مع ان الاجهاض يتم في حالتين فقط، وهي الحاله اللي هي بيتم فيها بيكون الام في خطر على حياتها، ودي طبعا بيبقى المسؤوليه الطبيه على الطبيب اللي عايز ياخد قرار في اثناء العمليه او قبلها بثواني علشان يعملها، ده بيحميه. وفي حاله اذا كان الجنين مشوه، لان احنا عارفين كلنا ان الجنين لما بيبقى مشوه او الطفل بينزل مشوه كم من المعاناه التي يعانيها اهله اولا والمجتمع كله وهو شخصيا، فهم الحالتين دول فقط. انما الاغتصاب او زنا المحارم انت ضد. انا اقصده محترم يا استاذ وائل. انا عايز اقول حاجه، ان ليه في بعض المنظمات الحقوقيه بتتلقف اي تعديل تشريعي بيعمله مجلس النواب لضبط هذا لضبط المجتمع وتحاول ان تحوله الى الانفلات، وان المجتمع يكون في حاله انفلات ورذيله؟ ليه الاتهام ده؟ ليه الاتهام ده؟ مبني على ايه يا استاذنا؟ هل حمل السفاح على اساس ان انا هقول لحضرتك حاجه. انت قلت حاجتين، قلت في التشوهات هي حمايه للاسره وحمايه للمجتمع. تمام. هل الحمل الناتج عن الاغتصاب اجهاضه مش حمايه للاسره وحمايه للمجتمع؟
الاغتصاب في القوانين الحمايه في قانون العقوبات زي ما حضرتك ذكرت من شويه دي كافيه جدا العقوبات اللي بتتم على الاغتصاب. اي اغتصاب. القانون بقى. القانون لما بيعاتب المغتصب الام الناجيه من الاغتصاب حامله هذا الحمل. خلينا نفتح له بس مجال عشان هو على التليفون. اتفضل. طيب هل انا افتح المجال بقى للمنفلتات وان مين قال كده؟ قررت ده منين يا استاذنا الفاضل؟ سياده النائب قررت ده منين؟ عايز اسمع المتصل بس كده بالشكل ده. انا عندي هم الحالتين فقط. هم الحالتين اللي احنا ذكرناهم فقط، اما بقى اذا كان موضوع الاغتصاب فالاغتصاب ليه اجراءات قانونيه، وانا مع الراي اللي هو بيقول ان التطهير ده بتعبير الدكتور امنه ده تعبير مناسب جدا، لكن قبل ما يتكون الجنين، انما انا مش هقعد استنى لما يتكون جنين 120 يوم وبعدين اشوف دي كانت اغتصاب. يا جماعه اسمه اجهاض علمي. في حاجه المسؤوليه الطبيه ده قانون طبي. في حاجه مهمه بس يا استاذ مجدي. بس مش استاذ مجدي انا عايز اسمعه، انا عايز اسمعه عشان اوصل لمعلومه هقولها لك. طيب يا جماعه بس لو سمحت يعني ما هو قبل اربع شهور كمان يسمى اجهاضا يا استاذ احمد. انا لا استطيع ان انا اجهد نفسي من الاغتصاب الا اذا كانت تحت الشرطين دول، انما من الاغتصاب لا، الاغتصاب ليه اجراءات ثانيه وليه قوانين رادعه اللي هي ايه يا استاذنا. لكن ما اقدرش اجي انا على الـ على الـ على النفس اللي تكونت واجهدها، ما ينفعش. اللي هي ايه يا استاذنا القوانين اللي هي ايه؟ قانون العقوبات للمغتصب قانون العقوبات جرم كل اشكال الاجهاض بما فيها المغتصب. أنا في قوانين أخرى أنا بعمله دلوقتي القانون اللي بالتعديل اللي أنا بعمله دلوقتي إن أنا بستثنى الشكلين دول فقط. بس أنت بتستثنى حالتين فقط، حياة الأم في خطر أو الجنين يولد مشوهة. إنما طفل الاغتصاب شايف إنه لابد أن يبقى على قيد الحياة. طفل الاغتصاب ملوش ذنب، ليه يقتل ليه؟ ده قتل نفس غير نفس. ليه؟ فين النفس؟ ليه يقتل ليه؟ فين النفس إن كان قبل أربع أشهر مفيش نفس؟ فين النفس بس موجود. احنا بنخلط الاوراق على ليه؟ على فكره ده لا مش خلطه اوراق يا استاذ. فين النفس قبل الاربع اشهر؟ ما هو لو هي القضيه عندك انها قبل اربع اشهر يبقى تبيح الايجاد في المطلق بقى. اي مطلق؟ احنا بنقول في حالات الاغتصاب. انت اذا كان الفيصل عندك انها ليست نفسا دول فقط في الحالتين دول دلوقتي هو بيرد انها نفس. هل المغتصبه ما لا تدرك انها حامل غير بعد مرور اربع اشهر؟ في ايه يا جماعه بس؟ هل الاغتصاب ده اللي بيتم والواقع عليها الجرم اللي بيقع عليها الجرم تحسبا لاي موقف زي ده دكتور امن؟ خلاص بعد ما بتعرف دكتور ايمن في النقاش ده موافق على راي الاستاذ احمد سامح انه لا يجب زياده حالات اباحه الاجهاض عن الحالتين اللي انتوا قلتوا عليهم لان ده يمكن ان يفتح الباب. أنا عايز بس أوضح أولا يعني لفظ إجهاض بيطلق على ما قبل الأربع شهور الأولى لأن بعد كده بيبقى يعني نوع من تخلص من الحمل المبكر اللي هو قد الجنين يعيش وهو عنده خمس شهور على فكرة في حضانات. فالموضوع موضوع دلوقتي الناحية الاجتماعية والناحية الشرعية عشان أنا أقول رأيي في بعض الحالات اللي بنشوفها في المجتمع. مثلا بنت بتبقى عندها تخلف عقلي وتم اغتصابها وبتبقى عايشه في مأساة طبعا ان الطفل ده هيجي، لكن انا ما اقدرش انا كطبيب وكمشرع ما اقدرش لازم اعمل لجان استماع مع جهات الفتوى في الازهر والكنيسه عشان اسمع رايهم في هذا الموضوع. انت تفضل احاله ذلك دكتور ايمن لجهات الفتوى بس قبل تحويل الفتوى عليا يبقى نص مكتوب. النقطه الثانيه اللي عايز عليا نص قانوني مكتوب تفتي فيه الفتوى. يا واحده طيب. بس اكمل فكرتي يا فندم. اسمعوا اتفضل. اللي انا بوضحه بس هي الخطا كمان الشائع ان حكايه في بعض الاحيان الام بتتعرض لخطوره جسيمه وهي في الشهر السادس على سبيل المثال واشهرهم تسمم الحمل لما الست رجليها بتورم وبيجي لها تجمع مائي جوه وبيبقى مؤثر على القلب ويؤدي للوفاه. فالموضوع مش موضوع 40 يوم، 40 يوم دي او 120 يوم دي مربوطه في تشوهات الجنين، انما الام عندما تعرض حياتها للخطر قد نحافظ على يعني ننهي الحمل وقد يحافظ على الجنين في حياته او الجنين يتوفى، لكن الام في اي وقت لو تعرضت للخطر يؤدي الى وفاتها الطبيب له دون ان تكون عليه مسؤوليه طبيه ان يتدخل في اي توقيت. فبرضو انا عايزين نتكلم عليها من ناحيتين من ثلاث نواحي الحقيقه. الناحيه الطبيه وهي دي مسؤوليتنا. الهمه الناحيه الاجتماعيه والناحيه الشرعيه دي محتاجه الحقيقه حوار مجتمعي طويل ومطول ما بين الازهر والكنيسه ودار الافتاء. طيب دكتور ايمن اسمح لي بس عشان احول قضيه للافتاء لازم يبقى عندي نص واضح
قانوني تفتي فيه دار الإفتاء. أنا مش هروح أسأل في المطلق، أنا بقول إن يبقى عندي نص قانوني بيبيح فيه الإجهاض للنساء في حالات الخطر على حياتها وتشوه الأجنة يا فندم، ده دور لجنة وحمل السفاح. أتوجه بهذه المادة إلى دار الإفتاء تفتي فيها، لكن أنا مش هتوجه بدون مادة. لا، ده دور لجان الاستماع في المجلس، ده دور التشريعي إنه يتوجه بالمادة للفتوى مش في المطلق. نسمعه عندما تناقش هذه المادة، لو حضرتك في فكرة إضافة أي شيء آخر غير الحالتين اللي قلناهم، يجب أن يكون هناك لجان استماع، لأن القانون هيطعن بعدم دستوريته لو يتناحر مع الدستورية الإسلامية. فأنا فهذه الحالة مش هتطرق لهذه النقطة إلا بعد هذه اللجان الاستماع، لكن أنا مع حضرتك ومقدر حماس حضرتك لبعض الحالات اللي بنشوفها في المجتمع، لكن ده ما أقدرش أعممه لأن قد تستغل غلط وقد تخش في متاهة الحقيقة فيها عيب، يعني حاجة غير شرعية. لا، وفي حاجة كمان بس هل يا دكتور السؤال بس للدكتور حتى في تشوه الأجنة لحضرتك ذكرته، لما نرجع للمذكرة التفسيرية للقانون هيحدد معنى تشوه الأجنة وأنواعها وأي الأنواع التي يطلق عليها تشوه، وهنشكل لجنة طبية المادة تحدد إيه نوع التشوه. يا أستاذنا يا صلاح صوحت، وهنشكل لجنة طبية تحدد نوع التشوه، فبالتالي هنا أنا قفلت الباب لفكرة العمومية، لأنه القانون اللي هيتحط فيه مواد هيبقى فيه مذكرة تفسيرية ولجنة طبية تقرر فيها أي حالة تستحق. يا خليني بس دكتورة أمنة لو عايز تقولي تعليق أخير اتفضلي. الحقيقة يعني أنا أود في هذه الحالة كما تفضل الدكتور أيمن، إحنا الفقهاء اتفقوا على البندين اللي إحنا قلناهم في حالة الخطورة على الأصل هي الأم. مسألة بقى الحمل السفاح ده أنا بعتبر ده نجس يتخلص منه من وقع في هذه الجريمة. ما عدا هذا لابد أن تستفتى دار الإفتاء بالإجماع من هذه الجهة المختصة بهذه القضية. وشكرا. طيب بشكركم جميعا. ناخد تعليقات أخيرة ضيوفي.